بتاكلوا كل يوم معلقة عسل لأنه كتير منيح الصبح، على الريق بتفيد مع البولان مع البروبلس كمان، هاو كلهم أعطيتهم إياهم دروس للأولاد فبياكلون كمان أولاد. كنت خايف من النحل يعني صراحة، يعني ما كنت متوقع أنا إنه أتعلم النحل وصير نحالة. فبعدين بس شجعني ابن خالته وجواد كمان وهيك جوزي وفت بهالمجال كتير حلو، أنا حبيته كتير، يعني مش إنه واحد بيفزع منا أو بيخاف منا، لا. هيدا الشغلة لإلها إنتاجها لإلها، ومش عيب واحد يشتغل هيدا هاي الشغلة، كتير حلوة هالشغلة كتير، يعني بتستفيد منها كتير المرأة. فالنحل كان سند لإلنا، لإلي ولولادي لعائلتي، هي مصروف تاني كان يعني، والحمد لله. لما بدك تهذب حالك ترجع تروح على كفير النحل، تشوف كيف تشتغل، تعمل عليه ريسيرش انه كيف عم يشتغل، كيف عم بينظم حاله، وكل ما تركته على طبيعته كل ما شفت الابداع من الخالق. انا بعتبر حالي انتقلت من محل لمحل، من تفكير لتفكير. مثلا بلشت معي هوايه انه حابه اتعرف على هذا العالم، لحتى لي وصلت لا صرت عم فكر فيها اكثر بزنس، وبالفعل بلشت توسع كبر